السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مختلف شوية. تعودت دايما ان انا في الفيديوهات اللي بعملها ان انا اكون بقول معلومة مهمة لبعض المربين، او اني بجاوب على سؤال، او ان احنا بنستعرض موضوع بعينه. المرة دي الوضع مختلف، او الفيديو مختلف. الفيديو هو عبارة عن مشاركة شعور بيحس بيه المربين على ما أظن أنا عن نفسي أشعر بيه، وحابب إن أنا أشاركه معاكم، لأن أنتوا هتكونوا أكتر حد حاسس أو بيحس بنفس القصة ديت أو بنفس المشاعر دي. إيه هو الإحساس اللي بحس بيه لما بدخل للطيور بتاعتي؟ أولاً أنا في اليوم الأجازة، يعني ده من أمتع الأيام بالنسبة لي، اليوم اللي أكون فيه أجازة وأقدر أدخل أنظف البلكونة وأقعد فيها كده وهي نظيفة ووسط الطيور، بعد ما أكون بقى تعبت من التنظيف، بقى تنظيفة الأسبوعية يعني، لأن أنا بنظف بشكل يومي أو شيء أو يوم بعد يوم لما يكون عندي شغل، يعني بنظف يوم بعد يوم، بس ما بتبقاش التنظيفة اللي هي يعني التنظيفة الأسبوعية دي بتبقى جميلة بقى لما أنظف وأقعد في وسط الطيور بتاعتي أتفرج عليها على نظافة. الإحساس ده بيكون جميل جدا، وراقب كل طير منهم وتصرفاته. أكيد أنتوا كمان بتحبوا القصة دي وبتحبوا تتفرجوا على الطيور بتاعتكم في نظافة كده وفي روقان، لما تحط لهم وجبة جميلة كده أو حاجة بيحبوها، إن شاء الله ورقة خس، ورقة جرجير. أنا دلوقتي حاطط بادجي مع النيوفيما، وحطه وعندي فضول أشوف هيتصرفوا مع بعض إزاي. هما بقالهم يوم أو يومين تقريبا مع بعض، فلا العلاقة كويسة، مفيش حاجة تخوف يعني. الموضوع مش مؤذي زي مثلا لما ممكن الروز أو الفشر بيرازوا في الطيور التانية اللي متربين معاهم. طبعا اللي متابعنا عارف إن ده بندق، طبعا مش اللي بياكل دلوقتي قدامنا في الصورة، لا اللي عمال يتحرك ده ويطلع وينزل ده بندق، وده زغلول تاني شبهه. انا كان يعني بدات الموضوع بان انا حطيت بندق وسط طيور النيوفيما، وبعد كده الزغلول ده حطيته في العين او في القفص اللي انا كنت قايل لكم عليه قبل كده، ان انا بعتبره مرحله انتقاليه. يعني لما باجي افطم اي زغلول بنقله الاول في قفص صغير كده او في عين صغيره يومين او ثلاثه، ياخد على الوضع ويكون الاكل في مكان قريب بالنسبه له سهل، وبعد كده بدخله المطار. حاليا انا ما عنديش مطار فاضي، المطار اللي فاضي او المطار اللي موجود في النيوفيما، فقلت اجرب احطه معاهم وفي نفس الوقت اشوف تصرفاتهم. وكان هدفي ان برضو ان بندق يخليه يتشجع كده على موضوع الاكل ويعرف ايه يتنحرش شوية كده. فالمنظر جميل، فكرة ان انا الاقي انواع مختلفة من الطيور، مش مجرد بس الوان مختلفة من الطيور، انواع مختلفة من الطيور بيتعاملوا مع بعض، بتديك انطباع كده زي ما يكون الموضوع اقرب للبرية، اقرب للحياة الطبيعية اللي هما موجودين فيها مع بعض. طيب النقطة المهمة اللي كنت حابب اقولها في اول الفيديو بس الكلام اخدنا، هي فكرة انت بتعمل ايه لما بتفتح على الصبح كده، بتفتح للطيور بتاعتك الأوضة اللي بتربي فيها أو البلكونة، أو لو بتربي على سطح، أو لو بتربي في أي مكان. اوعى تكون بتنسى تقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على طيورك. على طيورك ده من باب أولى طبعا، لما بتشوف طيور بتاعت حد كمان بتقول الكلام ده وتدعي له بالبركة وتقول له اللهم بارك، وهو يرد عليك بان ربنا يعني يزيدك او يرزقك بالاحسن منهم او بالافضل منهم. الدعاء ده مهم جدا، لان احنا بنقول ما يحسد المال الا اصحابه، فما بالك ان انت فعلا لو قلت كلمة بدون ما تذكر فيها ربنا او بتذكر ربنا على المنظر الجميل اللي انت شفته، وتزول النعمة ديت منك او من غيرك، هتبقى حاسس باحساس وحش جدا. فنصيحة لما تيجي تفتح الطيور على الطيور بتاعتك، قبل ما تفتح كده قول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول بسم الله علشان خاطر لما تفتح، قبل ما تفتح كده تبقى بتدعي ربنا ان انت تفتح وتلاقي حاجة كويسة، ما تلاقيش حاجة وحشة، ما تلاقيش لا قدر الله عصفور او طائر ميت، او تلاقي حاجة عيانة او حاجة تعبانة او حاجة ام ضربة زغللها او 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 بتفتح وبتسمي الله
عشان تشوف ما يسرك، وبعد ما تشوف ما يسرك ما تنساش تذكر ربنا وتقول الحمد لله على النعمة ان هم في سلام وفي امان. النقطة التانية بقى، النقطة التانية هي ازاي تقعد قدام منظر جميل زي دوت وما تقعدش تقول سبحان الله. يعني ازاي عينك اللي بتستمتع بقدرة ربنا في خلقه ما تقعدش تقول سبحان الله، لازم تقعد تتفرج عليهم قول سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله، قول ما شاء الله. لو طيورك ادعي لها بالبركة، ولو طيور غيرك ادعي لها بالبركة. حبك للخير لغيرك لا ينتقص من حاجة فيك، او يعني الخير اللي عند غيرك ده مش متاخد منك، فادعي له عشان هو كمان يدعي لك بالبركة. المنظر جميل، بحب اقعد كده في وسط طيوري. شاركوني في التعليقات، قولولي احساسكم ايه، هل انا بس اللي مجنون بالطيور او بحب الطيور زي عن اللزوم، ولا انتوا كمان بتحسوا نفس المتعة وانتوا قاعدين في وسط الطيور بتاعتكم او الكائنات اللي بتربوها، الناس اللي بتحب القطط، بتحب الكلاب، بتحب تربي اي كائنات وهي قاعدة في وسطهم بتحس بايه، بتشوف ايه. وما تنسوش ان انتوا لما تشوفوهم تقولوا سبحان الله وتذكروا ربنا كده عشان خاطر تبقى حاجة يعني بفايدة، انت بتستمتع وفي نفس الوقت بتاخد ثواب. بصوا بقى دول بياكلوا ايه، بياكلوا الحبوب بتاعة العصافير، ياكلوا الدنيبة والبلكم والفلارس، يعني هم نفسهم جابتهم لكده، فانا ما مرضتش اشيلها من قدامهم. وبالمناسبة هم عندهم زغاليل ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، فهم دلوقتي عندهم استعداد ياكلوا اي حاجة عشان خاطر يكونوا بيغذوا، بيبذلوا مجهود في تغذية الايه، الطيور بتاعتهم. الحمامة واقفة على القفص، حمامة واقفة على العصفور، عمالين بيطيروا حواليك، تمد ايدك كده بشوية اكل وتديها لهم، احاسيس جميلة. الواحد يمكن ما بيشوفهاش او ما بيعملهاش الا مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، ان هو فكره يتوافق فكره اجازه من الشغل مع قدره ذهنيه وجسديه انك تنظف وتعمل التنظيفه المحترمه ديت، وكمان يبقى عندك وقت ان انت بعد ما تنظف تقعد بقى في وسطهم وتستمتع بجمالهم. حبيت اشارككم الاحساس ده، اكتبوا لي ضروري في التعليقات انتوا بتحسوا بايه وبتعملوا ايه، وايه العاده اليومية بتاعتكم او الاسبوعية بتاعتكم او الشهرية حتى مع الدكتور بتاعتكم، ايه اليوم بيبقى شكله عامل ازاي، بتعملوا ايه في اليوم ده، بتجيبوا فنجان قهوة وتقعدوا تتفرجوا كده وتتبسطوا ولا بتعملوا ايه. لو الفيديو عجبك ما تنساش لو انت جديد تشترك معنا في القناة، لو انت من مشتركينا الاعزاء يا مرحب بيك، ما تنساش اللايك والشير بيفرقوا جدا في انتشار الفيديو، واشوفك في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.